بتخاف من التكنولوجيا؟ لا مش بخاف، لا بحب التكنولوجيا، بس هي زي السيف، تستغلها صح هتديك صح، تستغلها غلط هتعورك. هي عامة فيها جانب مخيف وجانب مش مخيف التكنولوجيا، بس الأغلب مخيف أكيد. لا خالص. لا شايف إنها إزاي بتأثر في حياتك؟ هو الواحد ما يعرفش يستغنى عنها، انت تستخدم كل حاجة اللي هو الفيسبوك الحاجات دي، كل حاجة كده بيستخدمها، مش هتأثر عليا أكيد. هي بتوفر وقت كتير، وإن كانت بتبعدنا عن الناس شوية طبعا، يعني تأثر طبعا للفكر والابتكار، بتخليها أحسن، بتطورها يعني. بعد 10 سنين شايف إن ممكن يكون حصل لك إيه بسبب التكنولوجيا؟ هنزور بعض بالطيارة بقى يعني. أكيد أي حاجة هتبقى أحسن من أنا فيه دلوقتي يعني. مش عارفة ممكن يكون حصل لي ايه بصراحة. الناس بتحولها لروبوت. انت مدمن سوشيال ميديا؟ اكيد مدمن سوشيال ميديا. لا مش قوي يعني، ممكن استغنى عنها عادي. مدمن يعني في وقت فراغي يعني. طيب مش خايف من تسريب معلوماتك؟ بالنسبة لي ما فيش الحاجة اللي هي يعني تستخبى، ما فيش حاجة يعني، كل واحد دي معلومات شخصية. السوشيال ميديا لو سربت حاجة تبقى فيها خطورة على الشخص يعني. والله دي أكتر حاجة مقلقة اليومين دول، إن المعلومات بقت على المشاع يعني، تبقى حاجة تخوفين أو حاجة تسربت أو كده. هي بصراحة حاجة تقلق يعني. تعمل إيه لو صحيت من النوم ما لقيتش الفيسبوك؟ لا هزعل بس عشان الصور. وعشان يعني الحاجات، الذكريات الحلوة اللي مع أصحابي ومع معارفي وكده، لكن هبقى زعلانة يعني. هل هعمل حاجة؟ لا الموضوع هيبقى صعب. بقت حاجة مسلية فالموضوع هيبقى صعب بالنسبة لنا. أكيد هتأثر في الأول، بس لو تعودت على أن هو مش موجود في حياتي ممكن أتعامل عادي. أكيد هستغرب يعني، عشان مفيش حد بيعرف يعيش من غير فيسبوك.